خسائر بشرية منيت بها موسكو، تساقط الجنرالات الروسي في الحرب ضربة موجعة لروسيا. فمنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية تعرض الجيش الروسي لعدد من النكسات، أبرزها مقتل قادة وجنرالات كبار على أرض المعركة خلال قتال شرس مع الأوكرانيين. الجنرال رومان كوتوزوف قتل مؤخرا في معارك بمنطقة لوغانسك كما ذكرت تقارير أوكرانية، وهو أمر لم تعلق عليه وزارة الدفاع الروسية. لم تتعرض موسكو في تاريخها الحديث لمثل ما يحدث لها الآن من تساقط لجنرالاتها بهذه الطريقة. في التاريخ الحديث لم يتم تسجيل خسائر كبيرة من حيث وفاة الجنرالات مثل ما يحدث لروسيا الآن. في فترة شهرين فقط شهدنا مقتل ما لا يقل عن 10 إن لم يكن أكثر من الجنرالات الروس. روسيا تعتبر عدد القتلى العسكريين من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم، ولم تذكر عددهم في أوكرانيا منذ 25 من مارس الماضي، عندما أعلنت أن 1351 جندياً روسياً قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية في 24 من فبراير الماضي. إلا أن الأوكرانيين قالوا إن عدد القتلى الروس تراوح بين 15,000 إلى 30,000، فيما تقول تقارير غربية إن روسيا فقدت ما لا يقل عن 12 جنرالاً بالإضافة إلى ما لا يقل عن 31 طياراً. صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ذكرت أن الولايات المتحدة وفرت معلومات مخابراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل الكثير من الجنرالات الروسي خلال الحرب الأوكرانية. واشنطن مدت أوكرانيا بتفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، ثم أضافت أوكرانيا تلك المعلومات إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل نحو 12 جنرالاً روسياً. لقد عانت موسكو من خسارة غير مسبوقة في صفوف كبار الضباط والجنرالات، فتقارير غربية وأمريكية أشارت إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أقال 5 من كبار الجنرالات العسكريين بعد الخسائر الهائلة وعدم القدرة على احتلال مناطق أوكرانية رئيسية كالعاصمة كييف. ثغرات روسية، يتحدث الجنرالات الروس عبر هواتف وأجهزة لاسلكي غير مؤمنة، ما جعلهم في أغلب الأحوال عرضة للتنصت الإلكتروني، وهو ما مكن الأمريكيين من جمع المعلومات عنهم لمصلحة كييف. ما يحدث لدى الجنود الروس يظهر خللاً في الانضباط ونقصاً في الخبرة وغطرسة وفشلاً في تقدير القدرات الأوكرانية، وليس من الصعب أن تحدد جغرافيا موقع شخص ما يتحدث بوضوح في مكالمة هاتفية.